في اللقاء الثالث حلا الباطن صاحب المركز الأخير حلا ضيفا على أبا الباحث عن انتصاره الثاني. التفاصيل مع ربيع أبو شقرة، نتابع. أبها زعيم الجنوب أمام السماوي. أبها في حفر الباطن، والأفضلية هنا ليست للأرض والجمهور. موريتسيو أنطونيو المحترف الوحيد لدى الباطن يتمنى أن يتحقق الفوز الأول، وعلى كاهله كان حمل المباراة منذ شوطها الأول أمام رفاق صالح العمري. ومع ذلك ظهر الفريق الفتي يحاول عبر قائده يوسف المزيريب الوصول إلى مرمى الضيوف، وضربة الجزاء غير موجودة. الخطورة دائما موجودة بالمقابل على مرمى مشعل هريس، ومن هذه الكرة كاد الباطن المجتهد أن يصنع التحول، لكن العارضة حرمت يوسف فواز من التقدم، وردة الفعل لا تحتاج إلى التعليق من ألين هورفارد. خطيرة للأبها، خطيرة للأبها، تبعد مجددا المحاولة ولكن مرت. بالمقابل كان طوق أبها يزداد مع الوقت على مرمى صاحب الأرض. العمري يمرر ومن ثم يتلقى الكرة ويسكنها الشباك مانحا التقدم لأبها. هدف أول، هدف أول أباوي صالح العمري. أما الهدف الثاني الذي سجله ماتيتش بعد حين فقد ألغي بسبب وجود الخطأ بعد التأكد من تقنية الفيديو المساعد. وعلى وقع هذه الكرة للباطن انتهى الشوط الأول. أباوية يضغطون يحاولون. الشوط الثاني يبدأ ولا شيء يغير في واقع المباراة. العمري كاد ينفرد والخطأ موجود هنا بعد العودة إلى الفار، والبطاقة الصفراء تستبدل بحمراء على عثمان أواد. سعد بقير، وبأجمل طريقة ممكنة سعد بقير يسجل الهدف الثاني لمصلحة أبها. البديل عبد الفتاح آدم ينهي المباراة بالهدف الثالث بعد كرة في العمق ترجمها بالشكل المناسب. عبد الفتاح آدم. الفار أخيرا يبتسم للباطن، والحكم يحتسب ركلة جزاء يسجل منها ركان الشملان هدف رد الاعتبار. ليس إلا ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب. مقابل هدف عفوا لفريق الباطن. الباطن سجل. أستاذ عيسى، أبها يواصل الصحوة، أصبح على الطريق الصحيح، الفوز الثالث والثاني على التوالي. ممكن نقول أن النتيجة كانت إلى حد ما متوقعة. متوقعة بشكل كبير جدا، وكل ما نقوله في كل مباراة وبعد كل جولة بالنسبة للباطن الله يساعده ليس بالإمكان أفضل مما كان مهما اجتهد فريق الباطن. أنت تشوف اللي هو بالنسبة إلى عدد اللاعبين الأجانب في أبها مقارنة بالباطن، لكن في هذه المباراة تحديدا نستطيع أن نقول إلى أبها، هذا أبها الذي نعرفه في الموسم الماضي، فريق قوي جدا، 6 نقاط من مباريتين متتاليتين مسح الصورة التي بدأ في الموسم في بداية الموسم. نعم، إذن من هو رجل هذا اللقاء؟ نتابع.